بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إحنا صار عندنا تسجيل متدرب، صار عندنا تسجيل مدرب، بدنا نحط هذول الاثنين في نموذج، نستدعيهم استدعاء بالإزرار، تمام؟ نحط إزرار، فبدي أروح أعمل نموذج فاضي ملهوش أي مرجعية، فقط ححطه كواجهة للشغل تبعي. رح نيجي هنا على إنشاء، بدل ما نختار معالج النماذج نختار اللي هو نموذج فارغ. نموذج إيش؟ فارغ. هيا عمل لي نموذج فارغ، بدي أدخل في التصميم تبعه، يعني طريقة عرض التصميم بزر الماوس اليمين. واجهة بده يكون موجود، أكبر الواجهة شوية هيك، أخفي هذا، أشوف كيف بده يجي عندي، تمام؟ وأكبر الصورة هيك، لأن المساحة هذه بدي أكبرها. ها بجي بالزاوية هنا هيك، الواجهة هذه هي موجودة. شباب، النموذج فيه ثلاث قطاعات مهمة كثير، أنتوا اللي بتشتغلوا عليه الآن حسب النموذج تبعنا بس قطاع واحد هو التفصيل. شايفينه؟ بدي أضغط بزر الماوس اليمين هيك وأختار رأس وتذييل النموذج. صار عندي رأس النموذج، صار عندي التفصيل، وصار عندي مين؟ التذييل. إذا كانت كبيرة هذه شوية ممكن أصغرها هيك عشان أتأكد إنه الأمور تمام. هذا هيك بده يصير عندك النموذج، في تفصيل وفي في رأس. هيو زر الماوس اليمين، اخترت رأس وتذييل النموذج. الآن أنا بدي أحط زرار أظهر فيهم، بدي أستخدم الماكرو كمان شوية، تمام؟ هحط الآن النموذج تبعي تبع التسجيل اللي هو مستخدم جديد، بدي أحطه في الرأس هنا، وبدي أحطه في الرأس. النموذج هذا معمول ولا مش معمول قبل كده؟ معمول. هي هي تسجيل مدرب، تسجيل متدرب، صح ولا لا؟ تمام. فبدي احطه كنموذج فرعي، كنموذج ايش؟ فرعي. فممكن تسحبه هذا هيك ترميه جوا النموذج هذا، هو من حاله هيحطه كنموذج فرعي. هي حطه هنا، اسحبه وحطه في مكان مناسب من الشاشه، تمام؟ واسحب تسجيل مدرب برضه حطه كنموذج فرعي. شفت كيف السحب والافلات؟ هذه طريقة حلوة. الطريقة الثانية بدون سحب وافلات، شفت انا تو سحبت وافلتت صح؟ الطريقة الثانية انتم تعلمتوها هي كالتالي، شوف بتيجي على تصميم تختار ايش حكينا؟ نموذج فرعي، هذه نفس الطريقة، بضغط عليها وبحطه برسمه هنا هيك بنفس المكان هيك بحطه عليه. هيشتغل المعالج، هيحكي لي ايش بدك؟ بحكي له بدي استخدام نموذج موجود. نموذج ايش ماله؟ موجود. انا ايش اخترت تو هنا؟ تسجيل متدرب، بدي اختار هذه المرة تسجيل مين؟ مدرب. التالي انها هذه الطريقة صح وهذه الطريقة صح، الاثنين كلاهما موجود ومبين، شفتهم؟ حطهم تحت بعض الآن مش مشكلة. اعرض البيانات، احفظ النموذج، سميه الشاشة الرئيسية، سميه الشاشة الرئيسية. بعدها بتيجي على الصفحة الرئيسية بتعمل عرض، عرض هي هي بتعرض ليش؟ شباب في عندكم انتم قد تواجهكم مشكلة انه ها بدي احذف انا تسجيل المدرب واجي هنا على تصميم، في هنا لازم تكون انت مفعل هذه استخدام معالج عناصر التحكم، شفتوه اللي باللون الاحمر الان هذا فعله، اضغط عليه الان. انا لو شلته حصير اشتغل يدوي، كل شيء يدوي. ها هاي معالج، مش حيطلع لي المعالج. ها خلص، بدي ادخل على الخصائص واجي احكي له الكائن المصدر، اختاره من هنا. ها نموذج تسجيل مدرب ولا متدرب؟ هي متدرب. هيك صار معي، فهمت علي؟ بس هذا كلام ما بحبذوش انا، فبدي امسحه. قبل كل حاجه اجي على تصميم افعل مين؟ استخدام معالج عناصر التحكم. هنا ضغطت عليه، كونه فعلته خلاص باجي بختار نموذج
الفرعي، وبأرسم هنا بالطول اللي أنا بأرى إنه هو مناسب للحجم اللي بدي إياه. تسجيل متدرب، هي تسجيل مدرب، التالي إنهاء، هي الضبط. الآن أنا بدي أعرض واحد منهم، بديش أعرض الاثنين. بدي أعرض واحد منهم، بديش أعرض الاثنين، بدي أعمل زر. أول حاجة بدي أخفي الاثنين. بدي أخفي إيش؟ الاثنين. كيف نخفي الاثنين؟ بنيجي على طريقة عرض التصميم، بنعلم عليه مجرد رسمة خط عليه هيك، أو على التنين زي ما بدك. هاي التنين علمتهم أنا، صار تحديد هلقيت أنا مين، مش نموذج فرعي واحد، للتنين. اضغط في أي مكان بزر الماوس اليمين عليه واختار خصائص، تمام. الآن حكى لك تحديد متعدد، إذا شفته في الأعلى في تنسيق مرئي، إيش بدنا نقول له؟ لا مرئي، إيش بدنا نحكي له؟ لا، هيك موجودين هم لكنهم مش مبينين. تعال الصفحة الرئيسية، هي عرض مش مبينين. الآن بدي أعرض واحد منهم حسب الزرار، بدك متدرب يبين متدرب، بدك مدرب يبين مدرب، تمام. طيب الآن بدي زر، أضغط عليه يظهر لي واحد منهم، لازم أحفظ أسمائهم يا شباب. هذا إيش اسمه هذا؟ هذا اسمه الآن اختلف. أنا خلينا نشوف ايش اسمه، علم عليه هذا الليبل تبعه، تعال علم عليه هيك بزر الماوس اليمين، نتأكد ايش اسمه. خصائص، ضل اسمه ايش؟ هي في غير ذلك، انت حر في غير ذلك. ايش اسمه انا بالنسبة لي الآن؟ ضله تسجيل متدرب. ولو استخدمت الطريقة اللي تبغى كنت نموذج فرعي، كان حيكتب جنبها كلمة نموذج فرعي. فالاسم هذا مهم كثير جدا، عشان حنستخدمه الان في البرمجه، حنستخدمه في الماكرو. طيب تعال الان بدنا نعمل زر، بس الزر هذا احنا بدناش زر جاهز، بدنا احنا اللي نتحكم في الزر هذا، تمام. هذا داخل في الامتحان، بتيجي بتعطل اللي هو المعالج التحكم، عطل المعالج، بديش المعالج انا. الآن الزر أصبح عندي، أو أي إشي مالهوش معالج. تعال نروح على التصميم مرة ثانية ونجيب الزر. في العادة التصميم الجيد بحط الزرار تحت في التسجيل يا شباب. بدك تنزل على التسجيل هنا وتيجي على صفحة التصميم وتضغط على الزر هذا وترسم زر هنا بحجم معين. لأن المعالج ما ظهرش، لأن أنا ما بديش إياه يظهر. بتغير العنوان هنا، إيش بدك تغير هنا؟ غير هنا، أكتب تسجيل مدرب، واعمل لك كمان زر زي كده برضه زيه، وسميه تسجيل متدرب. اعمل نسخ ولصق، رتبهم جنب بعض، علم عليهم الاثنين مع بعض. اول حاجه شوف الحجم، الاثنين يكونوا نفس الحجم من ناحية العرض ومن ناحية الارتفاع. هنا بعلم عليهم هيك، باجي بحكي على الحجم بزر الماوس اليمين، الأطول أو الأقصر، هاي الأقصر. بالحجم بالأعرض بدي أحطه بالأضيق مش الأعرض، يعني هذول واحد بكبر واحد بصغر، الأضيق. بعدين المحاذاة بدي أحطها إلى أعلى أو إلى أسفل، صار التنين زي بعض بالضبط. الآن الزر هذا لو عرضت عليه هيك يا شباب، تطلع هاي الزر تحت بيعملش شيء، ها شايفينه على الفاضي. ليش؟ لانه بده حدث، الحدث هذا في الماكرو. فبنرجع على، لا بنضغط على عرض التصميم مره ثانيه، صغر هذه شويه انا بالنسبه لي عشان اقدر بس اعرض على الصفحه. تعال على تسجيل مدرب، تسجيل ايش؟ مدرب. اضغط بزر الماوس اليمين، خصائص، تمام. الاسم بدك تخليه، الاسم موجود خليه، بدكش اياه غيره. بتيجي على حدث هنا عندك، هاي هذه الاحداث اللي بتصير بس على الزر، عند النقر، عند التركيز، فقدان التركيز. انا ايش بدي؟ عند النقر، تمام. لا بجيش اجراء حدث، بدك تكون متعلم لغه الفي بي اي، لغه برمجه. انت مش مبرمج، وراحوا سهلوا الموضوع عليك وعملوا لك حاجه اسمها ماكرو. تضغط بزر الماوس، بالزر الموجود النقاط الثلاثة،
تمام، شايف النقاط الثلاثة عند النقر، اضغط عليها طلع لك ايش. انا انشاء ماكرو، انشاء تعبير تعليمات البرمجية، انا بدي ماكرو، هاي موافق. الان انا نفسي ما بعرفش كل هذه الاجراءات، بعرف جزء منها. طب وكيف بطور امكانياتي؟ بصير اتعرف على كل ماكرو من هالماكروز هذولا. مش الحال اختار انت من اسمه بتعرف تستخدمه، بس ضروري تطور امكانياتك فيه. ماشي الحال؟ انا ايش بدي اعمل؟ بدي اغير خاصيه. ايش مكتوب هنا؟ ست بروباريتي، ست بروباريتي، تغيير خاصيه. تمام، حكالي مين عنصر التخصص، عنصر التحكم اللي بدك تغير خاصيته؟ العنصر موجود امامي هنا، هي تسجيل متدرب مثلا. طب كيف بدي اسوي في الحاله هذه؟ بدي اكتب اسمه صح؟ ها، بدي اذكر اسمه اول اشي. وايش الخاصيه هيها؟ ايش الخاصيه عندك؟ مرئي صح؟ مش احنا ابدا اكتب هنا ايش اسمه؟ تسجيل، تسجيل. انا ايش في عندي هنا؟ متدرب صح؟ هاي ايش الخاصية بدها تصير؟ مرئي. القيمة ايش بدها تكون؟ نعم، انا تسجيل مدرب بعد اذنكم، لان انا ضاغط على الزر، اتوافق ما بين الزر هذا وما بين اسم العنصر صح؟ انا ايش مختار هنا؟ تسجيل مدرب، لانه الزر تبعي ايش؟ هي تسجيل مدرب، شايفينه تحت؟ ست بروباريتي بتغير خاصيه. انتوا لاحظوا تو اخفيناه، ورحنا احنا يدويا لعبنا فيها وقلنا له الخاصيه مرئي. لا، الان برمجيا انا بغير الخاصيه بالضغط على الزر، يعني المستخدم بصير كمان شويه يغير في هذه الخاصيه. شوف هذه، اسكر هذه الان، هاي حفظ نعم، وهي سيف، واعرض البيانات. هل في شيء مبين هنا؟ لكن لما نضغط على الزر ايش حيصير؟ المفروض انه يظهر صح؟ هاي تحديث. لا، المفروض ما يظهر، تكون انت اول شيء اخفيتهم. لما اجيت انا اول، قبل ما ابدا حكيت لك علم عليهم هذول الاثنين زي كذا، وتعال على الخاصيه بتنسيق مرئي. ماشي الحال؟ انا من عرضتها ما ظهرتش، السبب انه انت هنا ارجع ثاني على الماكرو نفسه، اضغط عليه. لما كتبت نعم، هو في بعض قواعد البيان، بعض الاكسس حتظبط معك، والبعض الاخر مش حيظبط معك لان الواجهه. فانت الان كونه بكتب انجليزي هنا ست بروباريتي، تكتبش نعم، اكتب ترو. اكتب ايش؟ استخدم ترو او فولس. لو كتبت ترو بتظبط. وعشان تريح راسك انت، مره بالواجهه بالعربي نعم او ترو، الترو معناها سالب واحد. تمام؟ نعم او ترو او لغه تركيه، اي لغه بدك اياها، ريح راسك وحط سالب واحد. هو بروح بيقلب لك اياها للغه اللي هو بيعتمدها في الواجهه تبعتك. الصفر يعني فولس، الصفر ايش يعني؟ فولس. تعال نشوف، انا حسكر هذه هيك. نعم، حفظ الصفحه الرئيسيه، ولا حاجه مبينه. لما نضغط على الزر هذا ايش حيصير؟ هي يبين. طيب لما نضغط على تسجيل متدرب ايش بدي؟ بدي اخفي هذا واظهر متدرب، لانه واحد منهم بده يبين. نفس الشيء، بس بدك تلعب في القيمه صح ولا لا؟ اذا انا حضيف حاجتين يا شباب، ايش هما؟ هدفين. تمام، هاي في الماكرو هذا تسجيل مدرب، حضيف ست بروبرتي نفسها هذه كمان مره صح، حتى لو مش ظاهر الان برضه بدي شيء يظهر، لانه كمان شويه حصير اغير. فغير هنا، نضيف كمان حدث اسمه ايش؟ ست بروباريتي. هيا اختارها من تحت، دور عليها. لا، بدك تغير اللي هو مره المتدرب ومره المدرب. القيمه صفر يعني مخفي، سالب واحد يعني مرئي.
خليك معي، ركز معي بس، خليني اعمل لك اياه هنا. ايش الخاصية هنا؟ set property، هاي انتر. حكي لي اسم العنصر. انا الان توي مين اظهرت؟ تسجيل مدرب صح؟ انا بدي اخفي مين؟ تسجيل مدرب، بدي اخفي متدرب. تسجيل هاي متدرب. الخاصية ايش هي الخاصية؟ مرئي. الخاصية ايش اسمها؟ مرئي. القيمة صفر. ايش يعني صفر؟ يعني فولس، يعني لا، يعني مش مبين. برجع لك اياها باللغة اللي بدك اياها، هيها نحفظ طبعا. طب هو مخفي، اه ماشي مش مشكلة. هاي ملف، اسف، الصفحة الرئيسية هي عرض. هاي تسجيل، اظهر مين؟ اظهر مين؟ في نفس الوقت اخفى المتدرب، رغم انه هو مخفي برضه اخفى. ليش انا بعملت هذه الحركة؟ لانه كمان شوي لما اجي على تسجيل متدرب بدي اخفي المدرب واظهر المتدرب، واصير مع الزرين. عملت ايوه على نفس الزر ممكن تعمل 1000 ماكرو. تعال كم ماكرو انا عملت هنا؟ كم حدث؟ هذا بديش اياه، هذا هي ثلاثة، هذا ديليت. عندي خاصيتين هم نفسهم كررتهم، مش الحال؟ الآن حشتغل على الزر الثاني، أعكس، أخفي واحد وأظهر واحد. هذا عد شغلانتك أنت في التركيز، تركز فيه. كمان زر، أيوه هذا الزر اللي عملناه الثاني اللي تحت هذا، إيش اسمه هذا؟ تسجيل متدرب، برضه بدي أعمل له ماكرو. فباجي بعلم عليه عند الحد، عند النقر بختار السهم هذا وبحكي له منشئ ماكرو. الآن حضيف ست بروباريتي كمان مرة، هاي ست بروباريتي، هاي واحدة وكمان واحدة، هاي ست بروباريتي، هاي تنتين. أول واحدة مين العنصر اللي بدي أظهره الآن؟ أنا شغال على أي زر؟ تسجيل متدرب. إذا بدي أظهر تسجيل متدرب، ها بالعربي تسجيل متدرب. هذا إيش بده يكون؟ مبين. إذا الخاصية مرئي، نعم. إذا بدي أحط نعم، ريح راسك، حط سالب واحد وخلاص، هو بقلب لك إياها لا ترو او فولس. بعدين نفس الحاجة ست بروبرتي الثانية، نفسه تسجيل مدرب الآن اللي بدي أخفيه. تسجيل مدرب، الخاصية مرئي، القيمة صفر. تمام؟ هاي الخاصيتين. الآن إحنا نجرب هذا الكلام. نخفي هذا، هي سيف. شوفوا محلانا، صرنا نتحكم في الدنيا كلها. تسجيل مدرب ظهر لتسجيل مدرب، تسجيل متدرب ايش حيسوي؟ حيظهر اللي فوق ويخفي اللي تحت. شفتوا؟ صرنا نتحكم في الدنيا. ايش عاد الان المفروض الاجمل؟ انا احط التنين يتطابقوا على بعض. صح؟ طيب مين الافتراضي دائما اللي المفروض دائما بيجي بيسجل اكثر الناس؟ المدربين ولا المتدربين؟ اذا بنحط نظهر الان المتدرب احنا وبنخليه ظاهر على طول في الشاشه. صح ولا لا؟ تمام. هاي كمان شغلة ثانية بدنا نعملها، نجيب هذول الاثنين نحطهم نفس الحجم ونحطهم يتطابقوا مع بعض، بصير ولا بصيرش؟ أحطهم أول شيء محاذاة كلهم هيك، محاذاة إلى اليمين، صاروا زي بعض صح؟ مش الحال؟ طيب الآن انقل واحد منهم لأعلى، ها امسك هيك علم عليه وبالأسهم لأعلى. صار اثنين على بعض، أنت مين بدك تظهر الآن؟ متدرب. الوضع الافتراضي هذا هو المتدرب. اضغط F4 أو بزر الماوس اليمين، خصائص، خليه مرئي. ليش؟ لأنه معظم الناس اللي بتسجل هي مين؟ متدربين صح؟ هاي هذه لا، علمهم الاثنين مع بعض وصغر هذه المحاذاة إلى أعلى بس أو إلى أسفل زي ما بدك، على اليمين على الشمال عشان تتحكم في الموضوع. هاي أنا طلع عندي مين في الأساس؟ أول حاجة متدرب، اضغط على تسجيل مدرب صار مدرب. شفت كيف؟ هذا اللي بتغير، بس هو فعليا واحد بيخفي وواحد بيظهر صح؟ آخر شغلة بدي أشرحها الآن
الزر هذا ممكن انت تظلل لهم الان وترفعهم لاعلى كمان عشان ما يكونش في فراغات وتضيق هذه المسافه الارتفاع. الزر هذا ممكن ما تخلوش زر يا شباب، يعني هذا ما نحطوش زر، تمام؟ ممكن نخليه كانه ارتباط تشعبي، الزر نفسه كانه ايش؟ ارتباط تشعبي. تعال على خصائص الزر هذا، في اعتقد غير ذلك، لا في تنسيق، في عندك شفاف، شفت ايش مكتوب عليها هذه؟ شفاف، ايش بدك تحكي له هنا؟ نعم شفاف، نعم في الزر، على الزر بس غير اللون عندك هنا، حط لك لون احط نعم، ما ظبطش هنا التسمية، ما بينتش ماشي ماشي، بس التسمية ما بينتش، تمام؟ رجع بدنا شيء شفاف، تمام؟ تقول له لا شفاف، لا شفاف معناته بدنا نحط له صورة يا شباب، أيقونة، تمام؟ يعني زي هنا هذا في أيقونات شايفين، هذا نسخ وفي جنبه ايش؟ أيقونة، فممكن على الصورة هنا نختار صورة معينة، تمام؟ أنت بتختار الصورة المناسبة. بتجرب أن أحط أي صورة هنا، تمام؟ خلي هذه الصورة مثلا، هي موافق، أحطه شفاف كمان مرة، نعم برضه اختفت. لا خلاص بديش أحطه شفاف، في خاصية تالتة بدي ألعب فيها، خليه زي ما هو معناته، وشيل الصورة، علم على الصورة نفسها هيك واعمل ديليت وانتر. لا ما لهش علاقة الآن، غير الإيد بس حقيقة، غير الإيد، حط خط إظهار المؤشر عند المرور يد ارتباط، وهذا نفس الشيء إظهار يد ارتباط، وصغر هذا. طبعا في شغلة لازم نعملها، لازم شغلة نعملها، عارفين ايش هي؟ في الوضع الافتراضي مين بده يظهر؟ فبالتالي في داعي يكون الزر هذا موجود كمان؟ الأصل أضيف كمان خاصية ثالثة في الماكرو هذا نفسه، صح؟ إنه أنا أقول له اخفي المتدرب، أو اظهر المتدرب واخفي نفسه هذا، تمام؟ فأنا ما بديش أعملها الآن، بس هي في الوضع الطبيعي لما بدك تشتغل شغل احترافي بدك تخفي واحد وتظهر واحد، مش لازم الاثنين يكونوا موجودين مع بعض، نفس الوقت ايش مالهم؟ بدك تحطهم يعني فوق بعض، الآن حطهم جنب بعض مش مشكلة، في الوضع الطبيعي الآن انه انت تكون عامل الشاشه تبعتك هنا جاي تصميم، بتشغل المعالج بعد اذنك هنا، هاي عناصر التحكم، وبتضيف ازرار طبيعيه، طلع هنا الاصل الان هنا الازرار تبعت مين؟ الشاشه تبعتك، هاي استخدام معالج عناصر التحكم، هاي زر تبدا ترسم من الشاشه الرئيسيه عمليات النماذج، فتح نموذج من النماذج الثانيه، النماذج اشمالها الثانيه اللي كنا عاملينها من البرنامج تبعك. هاي التالي مثلا عندك هنا نوع المشتركين مثلا، هاي التالي هنا ايش بدي اسميه هنا؟ نوع المشتركين، هيك بتكمل شغلك انت، التالي انهى، صار هذا على طول موجود، بتضيف زر ثالث ورابع وخامس وعاشر لكل النماذج اللي بتعملها، هذا حيظهر نموذج ثاني، يعني حيصير التقرير عندك بالشكل هذا، هيك الشاشه الرئيسيه، الشاشة الرئيسية بدها تكون بالشكل هذا، لا بدها تظهر هذه بس، بتصير تختار نوع المشتركين حيظهر عندك نوع المشتركين، هذه الشاشة الرئيسية بتحط زرار لكل النماذج اللي أنت بدك تعملهم، واصلة الفكرة؟ وفي طريقة ثانية أنا عملتها إنه أنت من نموذج لنموذج تفتحه، بس النماذج الرئيسية حطهم زرار هنا، هذا ما فيش داعي له كمان، هذا محدد السجلات ولا هذول لهم داعي في الشاشة الرئيسية، زر الماوس اليمين برجع على الخصائص بالتنسيق، محددات السجلات بحكي له لا، وازرار التنقل لا، تمام؟ وهذا الزر دائما اعمله، غير ذلك اظهار المؤشر افتراضي، وهيك بتكون انت اشتغلت شغل تطبيق محترف، تمام؟ استخدمنا الماكرو في هذا الكلام، طلع هنا نوع المشتركين، اضغط على الزر، ايش حكى لك هنا في الحدث؟ عند النقر ايش كاتب هنا؟ ماكرو، اضغط على الماكرو هنا بتشوف ايش في عندك حاجة ثانية، ايش الحاجة الثانية تو الخاصية؟ اوبن فورم، اوبن فورم، اضغط عليها هذه كبرها،
انت قصدك على فورم معين، ممكن تذكر اسمه هنا. تمام، هاي اسم الفورم تبعك. اوكي، هو اخذوا ليش هنا حطوا هيك بالاكواد هذه؟ لانه بالعربي هو مكتوب، فهو جاب كل حرف ايش المقابل تبعه، كل حرف ايش المقابل تبعه، على اساس يصلح هذا الشغل تبعك. لو وديته على ويندوز بالانجليزي ما في مشكلة هذا. تمام، هيك بكون انا ضل اذكر اخر شغلة، انه انت لازم تيجي على خيارات حكيت عليها سابقا في قاعدة البيانات الحالية، تحكي النموذج اللي بدك اياه يشتغل في البداية اللي هو الشاشة الرئيسية هذا، هاي موافق، وتيجي على جزء التنقل هذا ما تظهرهش، هاي موافق موافق، سكر البرنامج وشغله ثاني. البرنامج تبعنا وين حطيناه؟ هذا هاي مركز تدريبي، هاي صارت تظهر عندي هيك البرنامج، وبتصير تسجيل مدرب متدرب ونوع المشتركين ولا حاجة زي هذا.